تحت اسم إمبراطورية شريف المغرب، نجد البلدان والممالك التي تخضع لهذا الإمبراطور، كما علمنا من الحاج محمد تميم حاكم مدينة تطوان، وجنرال قواته، وسفير جلالة الملك المسيحي في عام 1682. بعد أن سافر هذا السفير لعدة سنوات إلى جميع هذه البلدان، اجتهد في تحديد أماكن بعض هذه الولايات التي لم تكن موجودة على الخرائط. فيما يلي أسماء الولايات التي يمتلكها هذا الإمبراطور حالياً، الذي يدعى شريف الشرفاء، والتي استولى عليها بقوة السلاح، كما وردت في الرسالة التي كتبها هذا الأمير إلى الملك المسيحي. إمبراطورية سوس، ممالك فاس وتفللت ومراكش وسلا، مقاطعات بوكماز والريف وتطوان والقصر. إلى جانب البلدان التي تحدثنا عنها للتو، فإن هذا الأمير لا يزال يمتلك بلدانا أخرى، كما علمت من السفير ومن حاشيته، وأعرض هنا أسماءها وفق الترتيب الجغرافي الذي وضعته أولا، من أجل العثور عليها بسهولة على الخريطة. الذين هم في الجزء الغربي من البلاد الذي تعرف باسم بلاد البربر، لدينا مملكة فاس ومملكة مراكش. أما الذين هم في الجزء الغربي من الذي يعرف باسم بلاد الجريد، لدينا مملكة تافللت، مملكة تيكورارين، مملكة سجلماسا، مملكة تيشيت، مملكة درعا، إمبراطورية سوس.